أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم في موقع سويداء الحدث ضمن برنامجنا حدث الساعة. وحدث الساعة هذه الأيام قد تختلف عن باقي الأيام الماضية، فقد عاشت السويداء معركة حقيقية كان بها الشباب والشيوخ والأطفال والنساء في بوتقة واحدة. تداعت الأرواح والأجساد والأفكار، وتداعت الثقافة الجمعية الوطنية في محافظة السويداء لتقديم ثقافتها الحقيقية أنها دائما تدافع عن الأرض والعرض. هذه المحافظة التي وقفت كجزء لا يتجزأ من الوطن كان لها درع الوطن، درع الوطن الذي تشكل نتيجة توجيهات أصحاب سماحة مشايخ عقل الأجلاء وببطولة الأبطال الشجعان الذين حملوا التاريخ الوطني والتاريخ النضالي كقائد درع الوطن العميد الركن المظلي نايف العاقل بطل الجمهورية العربية السورية في حرب 73، والذي كان أول الواصلين إلى مرصد جبل الشيخ ورافعي العلم السوري، فقد أيضا استطاع أن يضع بصمته التاريخية في التاريخ المعاصر في بلدة الثعلة وغيرها الحقف، وقبلها أيضا الكثير من المواقف الوطنية، ليقول عدت من جديد ببطولات أهلي وأجدادي وحملت هذا الموروث الوطني لأقدمه كخبرة وطنية عسكرية. يسرنا في هذا اليوم أن نلتقي بالعميد نايف العاقل قائد درع الوطن في محافظة السويداء. يسعد مساك سيادة العميد. الله يسعد مساكم جميعا. سيادة العميد، هل ممكن يعني نعرف ما هو سبب تشكيل درع الوطن؟ سبب تشكيل درع الوطن، نحن مثل ما لكم شايفين الأحداث عم تتسارع، والوطن كله بخطر، ومحافظة السويداء بخطر. لذلك بتوجيهات من مشايخ العقل قمنا بتشكيل هذه المجموعة وسميناها درع الوطن. هاي المجموعة كان نتيجة لتدافع الناس لتأدية واجبهم في هذا الوقت العصيب. يعني الناس عم تدافع وبدهم تنظيم حتى نقدر نواجه هذه الهجم الشرسي اللي بيتعرض عليه إلها القطر ومحافظة السويداء بشكل خاص. نعم، يعني أن نظام الفزعة الذي يتميز بها أبناء جبل العرب تحتاج إلى حالة تنظيمية كي تكون هذه الفزعة تحقق نتائجها على الصعيد الميداني. نعم، هذا هو الهدف الأول والأخير من تشكيل درع الوطن. تشكيل درع الوطن هو مهمته الأولى والأخيرة الدفاع عن الوطن، وتحت سقف الوطن وتحت علم الوطن. مهمته الدفاع ومنع تقدم أي قوات أو أي مجموعات تكفيرية باتجاه محافظة السويداء، وهذا الشيء ترجم عمليا على الأرض عندما تصدت هذه المجموعات إلى جانب قوات المسلحة في معارك الثعلي واستطاعت أن تحقق المعجزات. ومعارك مطار الثعلي تستطيع أن نطلق عليها المزرعة الثانية من جديد، المزرعة الثانية من جديد، لأنه هاي كان في تضافر كافة الجهود، تضافر المجموعات المقاتلة بكافة أنواعها ومن ضمنها مجموعة درع الوطن، وكان لها الدور الرئيسي في معارك مطار الثعلي. نعم. وبالإضافة إلى الدور العظيم الذي قامت به القوات المسلحة في الدفاع عن مطار الثعلي. إذا نستطيع أن نقول أن درع الوطن بما يحمل من شعار التنمية وشعار المقاومة وشعار النضال هو رديف للجيش العربي السوري؟ ما شك فيه أنه درع الوطن هو الرديف، وهو العنصر المساهم فعليا في القتال إلى جانب قواتنا المسلحة، ما هو فقط إلى جانب قواتنا المسلحة. وكما قلنا أثبت هذا الشيء على الأرض ميدانيا، عناصر درع الوطن كانوا يقاتلوا مع عناصر القوات المسلحة جنبا إلى جنب. معركة الثعلة سيادة العميد ولقرية الثعلة التحية
والولاء لها، ذلك لأن هذه القرية التي كان لها شرف أول معركة في التاريخ عام 1891 أنها كانت إحدى المعارك المقاومة لكسر الاستعمار العثماني، واليوم استطاعت أيضا هذه القرية بأهلها بشبابها أن تكسر أيضا الأعداء. هل ما هي دور درع الوطن في هذه المعركة؟ وقبلها أيضا كان لها مشاركة درع الوطن في الحقف وغيرها من الأماكن. طبعا بالمناسبة بنوجه التحية إلى عناصر قواتنا المسلحة المرابطة في مطار الثعالي، وتحية خاصة إلى الشهداء الذين سقطوا على تراب الثعالي اللي هو تراب جزء من تراب هذا الوطن الغالي. نعم. من المحيط إلى الخليج بالقطر العربي السوري. مطار الثعالي هو جزء لا يتجزأ من القطر العربي السوري، وجزء لا يتجزأ من الوطن العربي الكبير. لذلك نوجه التحية إلى أرواح شهدائنا الذين سقطوا على أرض مطار الثعالي دفاعا عن كرامة وعزة هذا الوطن، ولن نسمح لهم، سندافع عن أرضنا وعن عرضنا بكل الموجود معنا، ولن نسمح لهم أن يتقدموا ولو سنتيمتر واحد. سيادة العميد، أنت من أهم المقاتلين في حرب 73، وكنت أول الواصلين إلى مرصد جبل الشيخ، ولك ثقافة وطنية خاصة وحاصل على وسام بطل الجمهورية. كيف ترى معنويات الشباب والمقاتلين والمقاومين هذه الأيام؟ المقاتلين في معارك الثعالي هن امتداد لروح القتالية التي عرف بها أبناء هذا الجبل، أبناء جبل العرب الأشم، من أيام معارك الأتراك العثمانيين إلى معارك إبراهيم باشا إلى معارك ضد المستعمر الفرنسي. كانوا دائما يندفعوا بكل قواهم لتحرير أو للتصدي لهذا الاستعمار. معارك كثيرة في أيام الأتراك استطاع مقاتلي هذا الجبل أن ينتصروا ويحققوا انتصارات رائعة على القوات العثمانية وقوات إبراهيم باشا الذي غزا هذه المنطقة، كذلك قوات المستعمر الفرنسي. ونحن سمينا معركة الثعلي هي امتداد لمعركة المزرعة التي خاضها أبناء هذا الشعب ضد المستعمر الفرنسي، ويخوضها اليوم ضد هذه المجموعات التكفيرية. نعم، هناك لغط في الشارع في السويداء أن درع الوطن يحتاج إلى دعم السلاح من الدولة ومن الأهالي، هل تحقق جزء من هذا الدعم؟ نحن نلاقي الدعم الكامل من الشعب، دعم يعني لا سابق له، ونقوم بالتنسيق مع القيادي لتقديم الدعم. وأثناء اشتباكاتنا بمعارك الثعالي نسقنا تنسيق كامل مع قواتنا المسلحة المتواجدة هنا يعني في محافظة السويداء، وكان تنسيق رائع جدا. أدى إلى نتائج رائعة، استطاع التنسيق الذي أدى إلى النصر الذي حقق في مطار الثعلي. كان تنسيق كامل وكان تجاوب كامل، ونحن على ثقة وأننا نسعى إلى مع القيادي العامي لتقديم كافة الدعم بالنسبة لقوات درع الوطن، ووعدنا في هذا إن شاء الله. برأيك سيادة العميد، هل ترى أن هناك إقبال من الشباب للالتحاق بصفوف درع الوطن؟ نحن ها يعني جبل العرب كل عمره مندفع للدفاع عن هذا الوطن، والاندفاع كان مثل ما قلنا اندفاع عظيم من كل جهات، لأنه هاي معركة وجود، معركة دفاع عن الأرض والعرض. لذلك كل الناس مندفعة مشان الانتساب إلى معركة درع الوطن، إلى تنظيم درع الوطن، وهدفنا الأسمى والأعلى هو تنظيم كافة هذه المجموعات تحت قيادة واحدة اللي هي قيادة أو مجموعة درع الوطن، لأن درع الوطن مهمته مثل ما قلنا الدفاع عن الأرض والعرض. نعم. والتصدي لهذه المجموعات التكفيرية اللي عم تحاول
تلغي وجودنا بهاي المحافظة. ونحن جاهزين في كل وقت بالتعاون مع كافة الفصائل، بالتعاون مع قواتنا المسلحة، لأنه نصدي لأي هجوم بحاول أو أي هجوم جديد بحاولوا يكرروا هاي المجموعات التكفيرية. إذا هل يجري تنسيق بين درع الوطن وبين الفصائل المنظمة داخل السويداء؟ نعم، يوجد تنسيق كامل ما بين المجموعات المقاتلة، ونحن نرحب بأي اقتراح لتنظيم هذا التعاون مع كافة الفصائل. هل من كلمة أخيرة سيادة العميد؟ نعم، إلي كلمة أخيرة. نحن هون في جبل العرب نمتلك سلاح عظيم، اللي هو سلاح الإيمان، اللي هو أعظم من أي سلاح يمتلكه الآخرون. هذا السلاح استطاع سلاح الإيمان أن يحقق فيه أجدادنا في معاركهم الانتصار على كل من حاول أن يعتدي عليهم. فسلاح الإيمان هو السلاح الرئيسي. قال ليس العبرة في السلاح بل في اليد التي تحمل السلاح. نعم. وأجدادنا قاتلوا وحققوا الانتصارات مثل ما قلنا ضد الأتراك وضد فرنسا وضد إبراهيم باشا، واستطاعوا أن يحققوا النصر، ورغم الإمكانات القتالية البسيطة اللي كانت مدفرة معهم، كانوا قاتلوا بالسلاح الأبيض بالبنادق القديمة بكل ما توفر، واستطاعوا أن يحققوا النصر. أما هذا السلاح كان يدعم سلاح عظيم اللي هو سلاح الإيمان. نعم. سلاح الإيمان أهم سلاح نمتلكه نحن، وهذا بإذن الله راح يحقق لنا الانتصارات في المعارك القادمة. طبعا درع الوطن، نبقى أن نقول إن الوطن يحمل في داخله أبنائه، وثقافة السويداء تقول اطلبوا الموت توهب لكم الحياة، هكذا قالها قائدها قائد الثورة السورية الكبرى المغفور له سلطان الأطرش، وتحقق هذا الشعار عندما تكاثفت الجهود تحت شعار الدين لله والوطن للجميع. بهذه الثقافة الوطنية الجمعية وبهذه الجهود نقدم جميعا التحية لشهداء الوطن، تحية لأرواح شهداء الثعلة، تحية لكل شهيد، لكل قطرة دم راقت على أرض الوطن، وتحية الكبرى إلى الوطن وإلى درع الوطن وإلى كل من يساهم من أجل الدفاع عن الأرض والعرض. شكرا على أن نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حدث الساعة.